شايف الضعف فين وشايف النقاط ومتواصل مع المواطنين بشكل ما. حضرتك مطلوبه الان الشفافيه زي ما عملت في كوبري المنظره وعملت بيه محاضره المعموره، تقول النقاط الضعف فين اللي هنعملها امتى عشان ما يحصلش كده تاني. فما توقعش هو انه كله 100% بينما احنا 70% او 50%. ده المطلوب فعلا.